يا مساء الخير وتحياتي طبعا بداية لكل الأهلاوية. مش بس هنبدأ معاكم حلقة جديدة من السادسة النهاردة، لكن أنا في رأيي أنه الأسبوع ده أو بداية الأسبوع ده هي بداية أسبوع الحسم. المواجهة اللي هتتلعب بإذن الله يوم 30 في ملعب محمد الخامس في المغرب تبتدي من النهاردة. المباراة والتسعين دقيقة مش هم كل المواجهة الحقيقة، والكلام ده ينطبق على كل شيء، وما عنديش تخوف كبير، يعني عندي ثقة كبيرة جدا في قدرتنا، في قدرة رجالتنا وجهازنا الفني ولعبتنا على حصد اللقب والرجوع إن شاء الله بإذن الله بواحد هيكون واحد من أهم ألقاب دوري الأبطال اللي حققهم النادي الأهلي على مدار تاريخه، وتزيد شوية عن أي بطولة تانية. يعني حققنا 10 منهم بطولات كانت بيتقال عليها مستحيلة، ومنهم بطولات كتير جدا حققناها خارج أرضنا، ومنهم بطولة بيتهيألي عزيزة على قلوب الأهلاوية كلها اللي جبناها على حساب نادي الزمالك لأن المنافس والغريم التقليدي لينا. لكن بيتهيألي إنه ماتش الوداد ده بطولة البطولة الـ 11 في دوري الأبطال في حتة تانية. وخليني وحابب جدا أبتدي مع حضراتكم بإحساس الجمهور. هكلمكم بمشاعر واحد من جمهور النادي الأهلي. إحنا حاسين، إن كان ليا يعني إن أنا أتكلم باسم، هقول الغالبية العظمى لأني عارف إن ما أقدرش أتكلم باسم كل الجماهير، لكن جزء كبير، شريحة عريضة جدا من جماهير النادي الأهلي عندها إحساس بأنه اللقب ده بيخطط أنه يتخذ من النادي الأهلي. في إحساس بمشاعر غضب، وفي إحساس بمشاعر قسوة، وفي مشاعر كبيرة جدا عند جماهير النادي الأهلي كما لو كان أنه في محاولة لإهداء اللقب للوداد المغربي. القصة أنا ملاش علاقة بنادي الوداد خالص، قصة الوداد خارج المعادلة، النادي الوداد الرياضي اللي أنا له منه كل التقدير والاحترام، لكن القصة مش قصة نادي الوداد المغربي على الإطلاق، ولكن قصة تحيز كان مقصود أو غير مقصود، كان مخطط لي أو غير مخطط لي، لكن إحنا حاسين بحالة غبن كده. يعني إنك أنت رايح تلعب على بطولة مفترض إنها البطولة الأهم والأكبر، ومفترض إن يبقى فيه ظروف يعني تمكن الفرقتين اللي بيتنافسوا على اللقب ان يكون في تكافؤ فرص لكل منهم. احنا مش حاسين بده، حاسين انه وكانه اللقب مخطط انه يتسرق من النادي الاهلي، وده بالنسبه للاعبتنا، ودي رساله للعيبه، ارجو انه يكون حافز كبير جدا عند كل اللعيبه عشان تعوضوا الجماهير عن حاله التوتر وحاله الضغط وحاله التخوف اللي حصلت من الفتره الاخيره فيما يتعلق بملعب المباراه وخلافه. لكن في النهايه كمان عايز اقول انه لعيبه النادي الاهلي دي مش غريبه على الملعب ده، يعني انا مش خايف من الملعب لانه احنا بالفعل لعبنا او الجيل ده من اللعيبه لعب عليه في اكتر من مناسبه، لعب عليه في مواجهه الوداد نفسه في قبل نهائي افريقيا، ولعب عليه في مواجهه الرجاء مؤخرا وعمل جيم كويس جدا وقدر يرجع ببطاقه التاهل للدور قبل النهائي. مواجهه الرجاء في دور الثمانيه كسبنا هنا وتعادلنا هناك، فبالتالي الملعب مش جديد، الأجواء اللي في المغرب مش جديدة، الشعب المغربي الحقيقة من الشعوب المحترمة جدا والمسالمة جدا، وما افتكرش إن احنا في أي مرحلة من المراحل حصلت أي مشكلة أثناء تواجد مش بس فريق الأهلي، أي فريق مصري في المغرب الشقيق. اللي أراهن عليه أكتر الجمهور، ودي حسبة تانية بقى محتاجة أتكلم فيها معاكم شوية. إذا كانت الفرقة بتستعد والجهاز الفني بيحضر وبيرتب أوراقه وبيحاول يجهز السيناريو الامثل يعني من وجهه نظر المواجهه، انا شايف ان الاسبوع ده بالنسبه لجماهير النادي الاهلي من اكبر كبير لاصغر صغير هو اسبوع التكاتف المطلوب. وهنا بقصد بالتكاتف انه احنا نفكر ازاي ندعم فرقتنا، سواء كان هيكون لينا دور من هنا، سواء كنا على منصات التواصل الاجتماعي، سواء اللي هيسعدهم الحظ او هيحالفهم الحظ ويكونوا موجودين مع الفريق في المغرب. وانا واثق ان كتير من جماهير النادي الاهلي رغم الظروف الصعبه حريصه على انها تكون في ظهر الفرقه في الملعب هناك. لكن اللي بتمناه الحقيقه، والناس اللي ممكن يكون يعني قدراتهم الماديه، بكلم فئات كثيره جدا، بكلم رجال اعمال، بكلم مسؤولين في الدوله، بكلم نجوم النادي الاهلي الكبيره اللي قدروا الحقيقه مش بس يدعموا فكره سفر وترحال جمهورنا للمغرب، لكن انا بتكلم هنا على دعم جمهور الكوره اللي يفرق معايا كتير جدا انه موجود في المدرجات. ال 2000 اللي ابتدوا 1000 وبقوا 2000 ووصلوا ل 3000 مثلا في ماتشات الدوري دي، اللي بيقعدوا يشجعوا الفريق من الدقيقه الاولى لبعد الحكم ما يصفر، الجمهور اللي قادر يصنع الفارق ويدعم الفريق في مواجهه من العيار الثقيل زي نهائي دوري الابطال امام الوداد، هم دول اللي انا مهتم اكتر بدعمهم. وهم دول اللي كانوا، وكنت بتكلم هنا في ان هم بيعانوا
في انه يدفع 100 جنيه تذكره في حضور ماتشات الدوري، وبالتالي عشان تكلمه في انه يتحمل نفقات سفر اعتقد هيكون صعب جدا. فبالتالي النوعيه دي هي اللي احنا محتاجينها هناك، جمهور الكوره، جمهور اللي رايح يشجع مش رايح يتفرج ولا يستمتع ولا يحضر لحظات تتويج في نهايه المباراه. طبعا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي، مش معنى كده ان انا ضد دول، لا بالعكس خالص، كل ما زاد العدد كل ما كان احسن، لكن انا بتكلم على الجمهور اللي 1000 منه ب 2000 و3 و4 من الجماهير الثانيه، ويقدر يملى الفراغ ويقدر صوته يبقى واصل ويقدر يقوم بالدور المطلوب من الجمهور في الوقت ده. ثقتي كبيره جدا في عوامل كتير ان شاء الله تكون عوامل حسم المواجهه دي. واحد، خبره اللاعبين، ما اعتقدش انه الجيل ده بقى عنده رهبه اي مباراه. الجيل ده خد ماتشات كتيره جدا في فتره قليله جدا، احنا بنتكلم على تقريبا 40 مباراه دوليه من اول ما تولى مستر موسيماني مع النادي الاهلي، مش مع الاهلي والمنتخبات، سيبك من قصه المنتخبات لانه دي برضو واحده من العوامل المهمه جدا. انا بتكلم على 40 مباراه دوليه خدها اللعيبه دي، خدها الجيل ده من اللاعبين في ظروف صعبه جدا وقاسيه جدا، غيابات ماشي، مفيش جمهور ماشي، ماتشات في ادغال افريقيا، اتكلم زي ما انت عايز. فبالتالي عامل الخبره عند اللعيبه دي ان شاء الله يكون واحد من عوامل الحسم. مستر موسيماني باذن الله ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله انه يكون موفق جدا فيه، وراهن على موسيماني دايما جدا في الماتشات الكبيره. جمهور الاهلي ان شاء الله اللي حاضر في الاستاد يكون عامل من عوامل الحسم. المهم ان الاسبوع ده زي ما اتفقت وزي ما ابتديت حلقه النهارده، يكون اسبوع دعم، يكون اسبوع مسانده، يكون اسبوع تكاتف، ايا كان مكانك، ايا كانت امكانياتك، ايا كان موقعك للنادي الاهلي. خلينا نتكلم كمان وهندخل مع حضراتكم في تفاصيل كتيره جدا مرتبطه بالمباراه، البيان اللي اصدره النادي الاهلي، القرارات او التفاصيل الخاصه بالبيان. خليني ابدا بس الحلقه مع حضراتكم، وقبل ما ندخل في التفاصيل نروح لاهم الاخبار والعناوين. حمدي فتحي بيظهر في ميران الاهلي غدا بعد التعافي من الاصابه. واختبار طبي بيحدد موعد ظهور ديانج وياسر ابراهيم في تدريبات الاهلي. فالفيردي، تصريحات صلاح قللت من قيمه ريال مدريد. والنني على اعتاب تجديد عقده مع الارسنال.